لموجبة الخير يا أم البشرين. حييت الشفق والرمانا ألوذ به لون الحمام بين الماء والطين. رحلة جديدة لبرنامج مرايا الأثر، نستعرض من خلالها شخصية أدبية عراقية خلدها التاريخ وتحدث بها العالم. إنه شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري، من مواليد محافظة النجف عام 1899. نشأ في بيئة أدبية وأكثر إسرته عملت في العلم والأدب. درس علوم العربية وحفظ كثيرا من الشعر القديم والحديث. تأثر كثيرا في شعر المتنبي، وأول قصيدة قرأها كان عمره 16 عاما. مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مرايا الأثر. حلقتنا اليوم راح تكون عن الشاعر والأديب محمد مهدي الجواهري. ضيفتي لهذه الحلقة الدكتورة خيال محمد مهدي الجواهري. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا. أهلا بيك دكتورة. أريد أعرف عن الجواهري أكثر، عن والد الجواهري اللي هو جدج، وقصة عائلة الجواهري بالعراق. اليوم اسم الجواهري على صعيد المستوى العربي والعالمي، ممكن تتفضلين تتكلمين عن الموضوع؟ طبعا عائلة الجواهري لها مئات السنين. طبعا هو من نجف، وجدة الأكبر القبل والده ألف كتاب اسمه جواهر الكلام بالفقه الإسلامي والمذاهب، موسوعة يسموها موسوعة إسلامية، موجودة حتى في مكتبة الأسد بسوريا، مكتبات بيروت بالنجف موجودة. فمرور الزمن ما كان اسم الجواهري، مرور الزمن سموهم يعني الجواهري على أساس جواهر الكلام، الياء نسبة أو عائلية يعني، فسميت العائلة بالجواهري من جواهر الكلام. طبعا وكان هو اسم الكتاب، عفوا اسم الكتاب جواهر الكلام. جواهر الكلام، جواهر الكلام اللي هو مقصود بالفقه وبالمذاهب الإسلامية، وكان هو مرجع يعني وفقهي لأبوه يعني جدي، وكان ياخذه وياه للدواوين للوالد هو وصغير، فالوالد ما يفهم هاي شنو بالدواوين كله حكي ومشاكل مع الطلاق والزواج وما ادري شنو، هاي هو طفل فيضوج ينام ويجره بعدين من يخلص يشيله يعني. بس هو ربى في بيت يعني ادبي مع عدد ديني أدبي يعني، أخوه الأكبر شاعر، وكان من يطلع يستعير الكتب، يروح على الكتب مالته مكتبته ويقرأ الكتب، ويعني شعراء الجاهلية مثلاً والعهد الأموي، عهد العباسي ثم الأندلسي، فكل هالشعراء يعني طبعاً أكثر شيء ركز على المتنبي والبحتري، يقول تعلمت منهم صياغة الشعر والثورة والتمرد من المتنبي والبحتري، يعني من قراءته للدواوين كان يحب الشعر. أبوه كان يريد يصير فقهي مثله، بس هو طلع هو غير شكل يعني يحب الشعر. الحديث عن الجواهري يختصر محمود درويش، يقول في العراق ثلاثة أنهار: دجلة والفرات والجواهري. احنا مع الأسف الشديد يعني منذ هسه ما نعتب على حقبة النظام الدكتاتوري باعتبار الجواهري كان أحد معارضيها، لكن الحقبة التي تلت هذا النظام بعد 2003 على الإطلاق قصرت بحق الجواهري. الجواهري الرمز، الجواهري الشاعر، الجواهر النهر، الجواهر اللغة، الجواهر اللي هو احتفت بعواصم عربية أكثر مما احتفت به بغداد والنجف. بالإقليم كردستان أكو تمثالين للجواهر، يعني زعماء الكرد بارزاني وطالباني اثنيناتهم يعني تزاحموا على تخليد الجواهر، بينما في بغداد أنا شخصيا
بمعية أستاذنا الكبير نداء كاظم النحات، يعني طرقنا أبواب أمناء العاصمة، أمين عام مجلس الوزراء، وزراء ثقافة كثيرين، أطلقنا مناشدات. نداء كاظم عند تمثال للجواهري هو عبارة عن 7 تماثيل حوارية في مراحل الجواهري العمرية ومراحل، حتى بالزي هو من كان طفل لابس دشداشة، بعدين عمامة، بعدين أفندي، بعدين هذه الطاقية اللي نعرف بها. مع الأسف الشديد لم نلقى أي استجابة إلى هذه اللحظة. حينما أسس يعني الاتحاد كان محمد مهدي الجواهري مع الرفاق الأدباء الشعراء، يعني صلاح خالص، المخزومي، بحر العلوم، سعد يوسف السياب، نازك الملائكة، أسسوا هذا المبنى وأصبح الجواهري رئيسا لاتحاد الأدباء العراقيين. تحولت هذه القاعة إلى قاعة ندوات وما زالت يعني مستمرة منذ عام 59 إلى الآن، هي قاعة مفتوحة للندوات الأدبية، فقط أغلقت في زمن البعث لصدام المقبور في فترة معينة حينما أرادوا أن يسيئوا إلى الأدباء. يعني أسس الاتحاد عدة مرات إلى أن أسس في بداية الثمانينات، يعني تعرض يعني بعد 70s وضرب الجبهة الوطنية من قبل حزب البعث، يعني ضرب الجبهة الوطنية ما بين الشيوعيين، وشرد من شرد وذهب إلى خارج الوطن من ذهب، إلى أن في عام 80 صدر القانون 82 أعيد الافتتاح من جديد، ولكن يعني بقي المبنى بأدبائه وبناسه، وعادت القاعة أيضا إلى إبداعاتها وإلى أن تضم الفعاليات الأدبية. يعني لم يغلق الاتحاد إلا فترات قليلة وهي فترات انتقالية في الأزمان السابقة يعني لأسباب سياسية. التقيت الجواهري وعرفته بنفسي، والظاهر كان هو يعرفني أنا، فهناني على التمثال بدر، ففاتحته قلت له بعد عمر طويل أبو فرات، يعني لو فكرت أسوي لك تمثال وأريدك تساعدني بعض التصوير بعض الشيء، وأريد أسوي لك سكيتش صغير يعني البورتريت الوجه، فوافق. وكان عنده هو مناكدة بينه وبين حسين مردان، زعلوا صالحتهم وسوينا فد جلسة جميلة بالفندق المطار، حضروها هواية شعراء، ومن جملة الحاضرين كان شفيق الكمالي الله يرحمه. كان حقيقة هو ضد، أكثر شيء كان ضد العلم في ذلك الوقت، ضد النظام الملكي في العراق، مو لسبب النظام الملكي بالمعنى، لكن لمواقف النظام الملكي مع الإنجليز في ذلك الوقت. يعني يفهم ما يفهم، كل وقت إلى يعني خصوصيته، ما نقدر نقيس بهاي العقلية مالتنا ما كان يفعلونه قبل 50 سنة. فأخوه كان اللي من الذين انقتلوا وسقطوا بالوثبة اللي سميت ساحة الوثبة، وقد رسا بقصيدة مشهورة يعني عندما أرادوا يعبرون الجسر وصارت الأحداث، ضربت عليهم بالرصاص الحي وصار ما صار يعني ذلك الوقت، حتى سقطت الوزارة في وقتها. كان يعني شديد الضدية والنفور من العهد الملكي، حتى أجاء العهد الجمهوري كان أيضا مع الأول شيء نظام جمهور عبد الكريم قاسم يعني كحكم بقوة يعني، ثم كانت له مواقف متباينة بين هنا وهناك إلى 70s حيث غادر العراق نهائيا ولم يعد إلى وفاته. عمل في مجاله التعليم في فترات من حياته، وعمل الجواهري لفترة قصيرة في البلاط الملكي بعد تتويج الملك فيصل الأول ملكا على العراق. هو بتحل أدباء واتصلوا به السفارة الألمانية، قالوا له نريد نشوفك، فرادوا يعني على جهة
بشكل سري أو شخصي. من هذه الجهة؟ السفارة الألمانية. السفارة رادة تحكي ويا الجواهري. شنو السبب اللي هو دحكي صفة سرية يعني؟ آه مو هو سيجيك الحكي. نعم تمام. قال له لا عندنا شيء خاص. قال لهم أنا ما عندي شيء خاص. هاي التحلل دباء كانوا صلاح خالص وفيصل السامر ورشيد بقداش ويعني مجموعة. قالوا له لا خاص بيك. قال لهم لا ما عندي خاص. احكوا فنجبره وحكوا. قالوا له محاولة اغتيال عليك. اغتيال؟ اي. قال لهم أنا ما يهمني ما دار بال. قالوا له لازم تطلع ولا تصفى. قال لهم ما أطلع. مرة ثانية هم جوي ماذا بنفس اليوم قالوا لهم المكتب يقنعوا ما شنو لنهاية. وفعلا يعني بديت الفترة جانا يعني واحد جاي للبيت كاسر جامع مال السيارة وصاعد مخربط الكنتور والغراض ما بايقين شيء. وعلى أساس هو اعترف لزمه عود يعني الحكومة إلى جانبنا ولزمه والمتهم. والمتهم قال إيه صحيح أنا كنت خاتل بالاستراحة مال الدرج ما كل لوفة. نعم. بالقوشر هاي مال التمر. نعم. شو يسموه زنبيل. زنبيل. كان خاتل بيه زنبيل الشبير حتى يغتال الجواهري. بس لو تأخر لو ما أدري شنو السبب فما صارت. ما صارت. إيه. فرجعوا لحوا عليه. نفسهم الجهة اللي هي السفارة الألمانية. الألمانية. سفارة الألمانية في بغداد تواصلوا. إيه هاي بالستينات. بالستينات. إيه. طيب ليش بالذات سفارة الألمانية يعني؟ أدها علم بهذا الموضوع. هي السفارة الألمانية أول وحدة اعترفت بالثورة مال 14 تموز. أي جوز متابعة الأحداث. نعم. أو كل الصفحات الروسية مثلاً السوفيتية بس الألمانية ما هم بادرة وعرفوا. فقالوا له لازم تسافر بالقوة قبل يسافر. طيب والجواز استلم الجواز العراقي. طبعاً مستلم. جواز العراقي. سوال حجة يعني أكو مهرجان شعري. للأب علاء المعري. نعم. أو بشار الخور للأخطل الصغير. فبهالحج على أساس وفد عراقي أدباء يعني يشاركون ومن هناك راح على أساس البراق الطيارة الألمانية. الطيارة ترانزيت ببراق. نعم. يعني تشيكوسلوفاكيا. دي ينتظرون صعد وفد أدباء من التشيك. قالوا تفضل ويانا أستاذ الجواهري. قال لهم شنو ليش؟ قال لهم انت قالوا له انت ضيف على التحلل ادباء التشيك. قال لهم لا انا رايح لالمانيا مو لكم. طيب. قالوا له لا هذا تكتيك انت ضيف على تشيكوسلوفاكيا. خطه هي خطه بالضبط. تمام. فنزل وخلوه باوتيل احسن الاوتيلات وضيفوه واحنا ورا يعني انا شن عندي بهالاثناء بالسفر عندي امتحانات و... نعم هو سافر قبلكم طبعا. ايه وحده وحده. نعم. طيب اتوقع فرات هو ابن الأكبر. الاكبر بس كان بغير بيت كان متزوج عند زوجته وبنته. تمام. حضرتك انت سافرتي بعد بعدين ويا العائله ويا الوالده. تمام. انا وامي واختي الصغيره. استقريتوا هناك لمده ببراغ؟ اي نعم. قد استقريتوا؟ كملت الثانويه هناك. هناك. اي طيب أريد تحكي لي عن علاقتك بي كشخص كوالد. كوالد طبعا علاقته هو بالأولاد كلهم جيدة. إحنا سبعة. نعم. وفرات الكبير وفلاح وكفاح ونجاح وآني قبل الأخير وأختي أصغر مني ظلال. نعم. كانت علاقة جيدة وما بها أي يعني أي يعني شيء يذكر. طبيعية ديمقراطية وكان يحب البنات طبعا. يعطيهم احترام أكثر و وما حد يعتدي وما حد أبد يعني مطيهم مكانتهم للبنات. إحنا قصرنا بحق هذا النهر الثالث. كذلك حتى النخب الثقافية يعني تهمل الجواهري تنساه. حتى قبل سنة أو أقل صارت حملة يعني ضد الجواهري. أتذكر يعني بعض الشعراء بعض الكتاب استهانوا بقيمة الجواهري اللي هو الجواهري لم يطلق لا لقب شاعر العرب الأكبر إلا عليه الأكبر وليس الكبير. بينما إحنا نجي نسئل الجواهري. السياب يقول الجواهري من راح إلى مصر شوقي بعظمته أمير الشعراء يقول أحس بالتقزم أمام الجواهر العملاق مو الجواهر العادي. ف
فالعرب يدركون أهمية الجواهر، العالم كله يدرك أهمية الجواهر، بينما تخلو بغداد والنجف من تمثال للجواهر. الآن وزير الثقافة رجل هو يعني مختص بالثقافة والنقد والترجمة، وأنا تحدثت وياه أكثر من مرة، فبادر الآن يعني بطباعة ديوان الجواهر بحلة جديدة، وعليه أن يبادر لأمرين مهمين: تمثال الجواهر ومنزل الجواهر كيف يتحول إلى متحف. قبل أسابيع هو السيد الوزير أرسل لي مقطع قال لي شوفه، يمكن أحد زملائنا هو أعتقد حيدر عبد الثامر الفنان راح إلى منزل الجواهر حتى يصور المكان، فوجده مكبا للنفايات والأنقاض مع الأسف الشديد، بينما إحنا نروح إلى كل الدول اللي ياخذك مسيرة طويلة في بيروت حتى تشوف بيت جبران خليل جبران، أو ياخذك إلى شيراز حتى تشوف قبر حافظ الشيرازي، أو ياخذك المهم العالم يحتفي برموزه، بينما إحنا نهمل هذا بيت الجواهر اللي كتبت به ربما أروع وأجمل عيون الشعر العربي مهمل. كان يكتب مطلع قصائده على أغلفة السجائر، وكان مهتما كثيرا في التدوين، رغم أنه كان حساسا وينزعج كثيرا أثناء استراحته في المنزل. الكثير من يرى الجواهر وهو يرتدي الطاقية الموجودة على رأسه التي أرسلت له كهدية من السيد جلال طالباني والسيد مسعود بارزاني. ما زالت روح الجواهر موجودة في داخلها، يعني حتى نحن في الجلسات حينما نقدم نقول نحن نجلس على منصة الجواهر ونعدها مكانا مقدسا، يعني من يخطئ في اللغة أو يلحن في الكتابة نقول له بأنه يجب أن يحترم مكان الجواهر شاعر العرب الأكبر وهو يجلس هنا، فضلا عن كبار الأدباء الذين تزامنوا على هذه القاعة وعلى هذه المنصة. في أي سنة تم اختيار الاسم، اختيار اسم القاعة؟ قاعة الجواهر تم إطلاق الاسم عليها بعد عام 2003 من قبل قيادة الاتحاد، يعني من قبل الأستاذ فاضل ثامر والأستاذ ألفريد سمعان، يعني كان رئيس الاتحاد والأمين العام، تم اختيار أن تكون هذه القاعة باسم قاعة محمد مهدي الجواهري، وهي القاعة الرئيسة تقريبا التي تحوي 80 كرسيا على يعني عدد الندوات تقريبا الأسبوعية وأكثر من ندوة أيضا خلال الأسبوع. وتم تأسيس قاعة ثانية أيضا في مبنى الاتحاد، قاعة أكبر أطلقنا وهي قاعة وجاليري، يعني لذلك تم إطلاق عليها اسم زها حديد، تقديرا للإبداع النسوي وتقديرا للإبداع الفني العراقي الأصيل. مميز جدا، يعني لا يقل عن شاعر أحمد شوقي، لكن أنت تعرف الإعلام يركز، يعني أحمد شوقي له ما له يعني بسبب الإعلام، كأي شيء يعني الإعلام مثلا كأي شخصية يعني يركز عليها الإعلام في ذلك الوقت أو اليوم. في ذلك الوقت كان مثلا في مصر شعراء مصر يشتهرون أكثر شيء، لأن يؤخذون كمناهج بالتدريس، دواوينهم تنتشر بالطباع أكثر. الجواهري يعني لا يقل، أقولها يعني مو أنا اللي أقولها، رأيي بالمتخصصين واللي أصحاب الاختصاص في مجال الشعر واللغة والأدب العربي، أنه لا يقل عن أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، ربما يتفوق ببعض الألفاظ العربية الخالصة، لأن كانت لغته جدا عربية ومميزة، وله مواقف طريفة كانت أيضا مع أساتذة وعمالقة الأدب العربي، مثل لقاء مع طه حسين حسب ما يذكر في ذلك الوقت، وله طرائف كثيرة. يعني رافقني إلى البيت فلاح ابن المرحوم الجواهري الدكتور فلاح، ورحنا يم الجواهري أبو فرات شاعر الكبير بالقادسية، وأنا اصطحبت وياي صديق مصور جاسم السامرائي، صورنا له كثير صور، صورت له كثير صور للجواهري مثل ما أريد أنا، مثل يساعدني التمثال. وسألته قلت له أبو فرات يعني شلون تحب التمثال أن يكون حركته، فهو قال لي لو الإيد لي قدام لو الإيد لي وراء،
ولذلك أنا سويت الدراسة مالتي على أنه تكون تمثال إذا لورا، وسويت له منحوتة البورتريت سريعة، أخذت الخشيم العيون. طبعا كان هو بكامل صحته وعافيته وحيويته وشكله كامل شكله يعني بالسبعينات يعني بالواحد والسبعين. فاحتفظت بكل هاي الوثائق الصور والتمثال، سويت له قالب وضميته. بدت السنين تتغير، بدت السنين تتغير، تغيرت كثير. كرمت جواهري العديد من الجوائز والكثير من المهرجانات الشعرية العربية، واحتفت به عواصم العالم. طبعا عند فر الطباع بالقصيدة ما يجيب ورق وقلم لأن مو على باله هناك، ونزل الوحي من القصيدة أو على باله أو فرشي يعني بالصدفة. باكيت جقاير يكتب عليه القوافي، فكم مرة أنا لقيت باكيتات مكتوب عليها القوافي بس ما جمعناها، كنا صغار و... حرامات من أي بال يعني ما وثقناها من باكيتات. صحيح، يعني كان يكتب على باكيت جقارة قصيدة أو أي شيء يجيب باله، ويدندن طبعا أول شيء يغني بيها يعني يرددها ونفسه أو... يلحنها. نعم. مثلا يا خيالي لك الشوعي طبعا يغنيها بطريقة وايد مثلا، وبعدين يرجع يكملها يعني لها طقوس. طبعا من يصير وقت القصيدة أو يعني أو يريد ينام لأنه هو جاي من سفر أو قصيدة مسوي، لازم ما حد يسوي صوت يعني هدوء لازم تام. حتى خسلم ما عينه بها يا مرة يعني لا تخسلم وفيهم عدنا حب هذه الأجواء الهادئة تكون جرس ما يقبل أحد يدق جرس أي كي. فما لازم أحد يقاطعه أو يعني يشوش عليه. طيب أصدقاء المقربين، نعم، منو الشخصية اللي أكثر يعني قريبة للشاعر محمد، الشخص المميز عنده؟ هم اكيد هو خلينا نقول ما اقدر اذكر قاده يعني والرؤساء يعني والشخصيات المرموقه مع يصير شيء سموه ما حلوه بالاخرين اذا اذكر لك اسم لان هوايه كان. نعم. بس بسوريا كان هادي العلوي، يعني هادي العلوي من المقربين، مفكر الفيلسوف اكيد. نعم، وكثير كانوا كثير يعني هواي، فالح عبد الجبار توفى، عبد الحسين شعبان، مام جلال كان يراس يعني هاي الطاقية. نعم. على على طاري مام جلال أريد أعرف، عفوا، البرزاني نفسه نفسه متواصلين وياه، أكو يمكن لقاء بيناتهم. نعم. صحيح. طيب أريد أحكي على موضوع هذه الطاقية اللي هسه حاليا. نعم. موجودة هاي الصورة. هي من سافر المؤتمر في أي سنة؟ بالستينات، 60 أو 61. نعم. هو رايح مؤتمر أو شيء، هي هاي يمكن مال صار ما نزع السلاح يسموه مؤتمر نزع السلاح، وقال هاي القصيدة أطفالي وأطفال العالم بحيث ترجمت إلى كثير من اللغات، خمس لغات. نعم. أي لأن كلش حلوة كانت. طيب. ونشل يمكن، فالطبيب نصحه بأن يلبس شيء على رأسه بالشتاء لأن هناك طقس بارد كان. نعم. بموسكو ما أدري وارشو، فلازم يلبس شيء بالشتاء وبالصيف هم يلبس عن الشمس. فجلال طلب عن السماء فوصى من كردستان، جابوا له 6، واحدة كردستان، واحدة الجواهري مكتوب عليها، واحدة يعني واي لو بالكردي لو بالعربي لو اللي هسه هاي بهاي الصورة مكتوبة لو انجليزي هاي مكتوب يعني كردستان يعني نعم. دمشق عاصمة أنصفت الجواهر بشكل كبير هي وحكومتها آنذاك، والجواهر كان مدلل في دمشق، بينما في بغداد لا نجد لا شارع باسم الجواهري ولا تمثال للجواهري، ومنزل الجواهري مهمل، وإحنا أمام قمة شعرية كبيرة. يعني الجواهري لا تتحدث عن شاعر عابر في الذاكرة، الجواهري هو متنبي العصر، الجواهري هو أهم وأعلى قمة شعرية بتاريخ العرب كلهم. هذا التاريخ يختصره هو الجواهري، يقول من ألف عام عوى ألف
فمن تقصت أبا محسد بالشتم الأعاريب وحينما شتم الجواهري آنذاك. الآن الجواهري يشتم بطريقة غير مباشرة حينما يهمل منزل الجواهري ويتحول إلى مكب الأنقاض، حينما يهمل تمثال الجواهري ومشروعه، حينما يكون الجواهري منسيا في يعني كثير من مؤسساتنا نسيت الجواهري. فإحنا الآن هذا البرنامج وغير هذا البرنامج هي تخلد وتكرس ذكرى الجواهري في الذاكرة الجمعية للعراقيين. بريك الأجيال القادمة، الجيل القادم راح يعرفون منه محمد مهدي الجواهري. يعني هو أهمية الجواهري إنه يعني أحاول خرقا في الحياة فما أجرى، وآسف أن أمضي ولم أبقي لي ذكرى، هاي هو يقول. فالجواهري أهميته أنه أبقى بصمته على جبين الذاكرة جميعها. يعني أنت لا يمكن المتنبي منذ آلاف الأعوام، بقى المتنبي وبقى البحتري وبقت أسماء كبيرة، الجواهري من هذه الأسماء. هو يمكن يصفه حسن العلوي، هو شاعر عباسي بالقرن العشرين. الجواهري لا يمكن أن ينسى، لكن احتفاء نبي هو يجب أن يكون ضمن هذا النسق اللي يتحدثنا به، هو منزله وتمثاله وشارع باسمه وجائزة باسمه. أكو مهرجان الجواهري طبعا متعثر يقيم اتحاد الأدباء، يعني لم يكن لائقا بالجواهري بحكم أنه مرة يصير ومرة ما يصير. لازم تكون جائزة العراق العليا باسم الجواهري. أول نقيب للصحفيين في تاريخ العراق عام 1959 من ضمن المؤتمر التأسيسي الأول بحضور الزعيم عبد الكريم قاسم. لكن تأزمت علاقة الجواهري بالنظام السياسي مما اضطر لمغادرة العراق إلى لبنان عام 1961. كأنما يعني بعرف بس يعني طه حسين قال في إحدى اللقاءات التقوا بالخمسينات كأنما، فقال له إنه المصريين يلفظون أفضل يعني من ينطق باللغة العربية بالنسبة للعرب، فهو باللطافة مالته يعني من النكتة قال له مظبوط، يعني مظبوط عند المصريين يلفظون الظاء بالزاء، يعني هي مظبوط لازم. فقال أنتم يعني كأنما الضاد ما تلفظوها، فهي أساسا العربية لغة الضاد، إذا لغة الضاد تحطها زاء، يعني مثلا يقول لو يسمي بالدال المشددة ضياء أو زياء أو كذا مثلا، هذا يعني هم بالنسبة لهم كما نشاهد بالأفلام مالتهم كأنما هواية يذهبون إلى أنه الزاء يسووها. فكل يعني هم دائما يقولون مظبوط، ما يقولون مظبوط، أي مو مثل العراقيين مظبوط يجيبها لغة الضاد. فالعراقيين تقريبا هو بس راد يقول لي بطريقه لطيفه يعني من باب الطرافه. يعني سويت له دراسات عديده على الصور وعلى الشكل اللي عندي، على الصور الفوتوغرافيه اللي عندي اللي هي تعطيك ملامح جواهري حقيقيه. ما كان يلبس مناظر، ما كان جسمه سويت دراسة التمثال للحركة للوقفة، وسويت هذا التمثال وهذا التمثال ميداليات أدى، ودراسة للتمثال آخر، وحصلت موافقات من مجلس الوزراء على أساس تنفيذه. كانت الفكرة بالأول أن أسوي 7 تماثيل مع الجواهري اللي هم اجوا بشعره، يعني مثل ام عوف. فريدت ان استحضر مع الجواهري الشخصيات المهمه في حياته. يصير تمثال الجواهري 4 أمتار، التماثيل ذيك الاخرى تصير 2.5 متر، وصير فد مقتربات جميله، يعني تنظيم القاعده، تنظيم الـ 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 يعني الإنشاء الـ 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 للقواعد اللي تقعد عليها التماثيل بشكل شكل قصيدة، يعني بالإضافة إلى هذا نكتب قصائد على القواعد، يعني قاعدة التمثال
يعني مثلا تمثال أم عوف نكتب قصيدة أم عوف عليها. كانت في مخيلتي هواية مسائل. نوقشت بعضا من قصائد الجواهر داخل مجلس النواب العراقي لتكون نشيدا وطنيا يمثل العراق، لكن تم مناقشة الأمر يعني أي نشيد وطني، وأذكر في مجلس هذا يعني اختصاص مجلس النواب، لذلك تم ترشيح ثلاث قصائد لثلاثة شعراء، يعني كان ضمن الرصافي والسياب والجواهري، وتم الذهاب إلى قصيدة المقصورة للجواهري سلام. يعني لو نخرج خارج القاعة نلاحظ نحن أيضا عملنا ريليف فني يعني يطالعكم بحجم كبير، هذا ريليف اسمه ريليف الأديب العراقي، فيه سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، كان من المفترض أن تكون هي النشيد الوطني، ولكن لم يمرر هذا القانون في مجلس النواب مع الأسف لأسباب سياسية لا تموت للأدب أو للثقافة بصلة. نتمنى أن يحيى هذا الشيء، بل أرادت بعض الجهات أن تمرر أناشيد أو أغنيات أو طقطوقات أخرى مع احترامنا لها، ولكن عراقا بمنزلة الجواهري يستحق أن يكون نشيده الوطني مكتوبا من قبل الجواهر. كتبت الدكتورة خيال ابنة الشاعر محمد الجواهري عن حياة والدها، وأطلقت على كتابها الجواهري مسيرة قرن. الأديبات يقيمهم، يعطيهم مجال، يعني يعطيهم ملاحظات، كذلك المثقفات، المرأة بأي مكان، مو لأن أديبة أو مثقفة أو دارسة، لا، وإحنا خلانا نكمل دراسة كليتنا، حتى تشتغل المساعدة بالبيت، يعني بسوريا كانت أكو واحدة تساعد بالبيت، يعني يحترمها ويقدرها، يعني كأنه أمرأة يعني ما دام هي أمرأة يعني إيه، أو أي وحدة يعني مو إلا هاي. فحتى قال قصايد بالهاي بأمه، قال قصيدة بأمه، قال قصيدة بأيد المرأة مثلا، قال حييتهن بعيدهن من بيضهن وسودهن، وحملت شعري أن يروح قلائدا لعقودهن، نغم القصيدة قبسته من رغيدهن، يعني قصيدة طويلة هي. دكتورة، أكثر قصيدة تحسين بيها أنت للوالد، يعني تشوفين هاي القصيدة اللي تقولين يعني ترجع ذكرياتك؟ آخر عام طبعا، آخر عام قال قصيدة اللي ولزوجي ذيك معلقة، نعم، إن خيالا حرة من خير أم وأبي، سبحان من صورها امرأة من ذهبي، الله، وبعلها صباحها يا شمسه لا تغيبي، الله، نعم قران كوكب محصن بكوكب، الله الله يرحمه يا رب. أي هاي بالإضافة إلى أنه قبل وفاته كتب وصية مرتين، يعني بدلها آخر مرة، قال البنات والأولاد بالتساوي. تمام، أكو موضوع أريد أعرفه دكتورة، علاقته أكو صار فد خلاف أو مو خلاف، خلينا نقول صار فد حديث بينه وبين نزار القباني؟ لا، ما كنت شيء نسامح، لأنه حتى بيوم من الأيام بمكان ما ذاكرين نزار قباني، هو قايل لهم نزار قباني شنو يشتغل؟ لا لا لا، ما كنت حديث، لا لا أبدا ما كنت شيء. طيب، منو الفنانين المقربين إلى كان؟ فنانين غناء، مطربين، مطربات، هواية عراقيين هواية. طيب، أم كلثوم مقربة أو فيروز مقربة كمعرفة؟ أم كلثوم كادت أن تغني له قصيدة، بس بيوم الحفلة جاها تليفون توقفت. من التليفون؟ من الحكومة المصرية، بسبب أنه محمد مهدي الجواري كشخص معارض أو ما ضد الحكومة العراقية؟ من أعرف السبب. تخلو ساحة بغداد من نصب تذكاري يمثل شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري، الذي يعد من أهم شعراء العصر الحديث، يعني علم من أعلام اللغة العربية، حتى سمي شاعر العربية، يعني له قصائد خلدت يعني في مدح الإمام الحسين مثلا، أو في مدح الوطن في تخليد
نهر دجلة في كما قلنا يا دجلة الخير، حتى غناها مثلا المطربون العراقيون مثل فؤاد سالم وغيره. والرجل كثير الحديث عنه ويستحق أن يبقى من المخلدين يعني بالنسبة إلى تاريخ العراق الحديث. استطاع أن يوصل فكرة الشاعر الذي لا يهادن أبدا، والقامة الوطنية والخيمة التي يستظل تحتها الأدباء والشعراء وأرباب المواقف الكبيرة. الجواهري لم يؤسس اتحاد الأدباء فقط، بل أسس نقابة الصحفيين العراقيين في نفس السنة، لذلك كان يطير بجناحين، جناح الأدب وجناح الصحافة والإعلام. كان يدرك قوة يعني قوة ما تسمى بالقوى الناعمة، لذلك كان يمسك الوطن ويمسك الثقافة من محوريها المهمين. لذلك تجد الجواهري خالد خلود المبدعين الكبار الذين نفخر بهم حالما حللنا خارج الوطن أو ونحن داخل الوطن أيضا. يعني نصوص الجواهري، هذا اللعب باللغة وبالوزن وبالقافية، هذا حينما يعيد تشكيل المعنى يغير المعنى. أنا عندي من الأسى جبل يتمشى معي وينتقل. جواهري لغة عالية، جواهري صورة طرية جدا، وأحيانا تجدها صورة صلبة جدا يعني وكأنها صخرة من صخور وادي عبقر. الجواهري هو القصائد، الجواهري شخصية، جواهري عنفوان، الجواهري أشوف العراق بالجواهري، حتى شكله وصوته وأداءه هو أشوف به أنه هذا وطن ورمز عراقي كبير. يطول الحديث عن قامة أدبية وشاعر عاش في ذاكرة التاريخ العراقي.